بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارج القبول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ما زلنا في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر وأحواله وتفاصيل ما يكون في يوم الآخر، وأن ذلك مما يجب الإيمان به ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، الإيمان بالنفخ في الصور. فكان يقول يعني في الأبيات: وبقيامنا بنفخ الصور. قال: أي وكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه، وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور، كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه، الذي جعله الله سبب الفزع والصعق والقيام من القبور. فمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصور وبالنفخ في الصور. قال: وهو القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائكة. الصور هو القرن، والقرن هو البوق، البوق الذي ينفخ فيه. فإسرافيل عليه السلام ملك كريم موكل بالنفخ في الصور، وهو البوق أو القرن الذي ينفخ فيه. قال: وقد ذكر الله عز وجل النفخ فيه في مواضع من كتابه، كقوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. نلاحظ أن النفخ في الصور ذكر في سور عديدة، والغالب في القرآن أنه يذكر الصعق والبعث، نفخة الصعق ونفخة البعث. قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض، بعدين قال: ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذا هو البعث. لكن في سورة النمل ذكر الله تعالى نفخة الفزع، قال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. فذكر نفخة الفزع، والفزع يعني غير الصعق، الصعق هو الموت، الصعق الموت، والفزع يعني دون الايه، دون الموت. فهنا من اهل العلم من قال هما نفختان فقط، من قال هما نفختان فقط، والنفخه الاولى يحصل في اولها فزع ثم صعق، فقالوا يعني سميت فزعا في سوره النمل باعتبار أولها أنه يحصل في أولها الفزع، وسميت صعقا في السور الأخرى باعتبار آخرها، يعني أنه في بعد أن يفزع من في السماوات ومن في الأرض يصعقون، يعني يموتون بعد الايه، بعد الفزع، يعني يصيبهم فزع والخوف الشديد ثم يموتون. فقالوا هي نفخة واحدة للفزع والصعق، ثم النفخة الثانية التي تكون بعد 40 وهي نفخة البعث. والقول الآخر أخذ به كثير من أهل العلم، قالوا هي ثلاث نفخات، ليست نفختين، هي ثلاث نفخات. النفخة الأولى، النفخة الأولى نفخة الفزع، ثم النفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث. فقالوا هي ثلاث نفخات: نفخة فزع، ثم نفخة صعق، ثم نفخة بعث.
وهذا ورد في الحديث الذي سنذكره بعد قليل في يعني عند الطبراني، قال ينفخ فيه ثلاث نفخات، ينفخ فيه ثلاث نفخات، لكن هذا الحديث يعني في سنده يعني ضعف، فلذلك لم يأخذ به بعض أهل العلم، لكن الآيات الكريمة يعني يمكن تفسيرها بهذا وبهذا، يعني القولان محتملان محتملان. وأورد قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وله الملك يوم ينفخ في الصور، فهذا فيه إيه؟ ذكر النفخ. قال والنسق هاهنا حديث الصور بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآيات ولما اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث. ثم نقل عن مالك بن كثير رحمه الله قال وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات. حافظ الطبراني له كتاب المطولات لحديث الطويلة، فمنها هذا الحديث وأورده، هو حديث طويل جدا، يعني شوف كم صفحة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس صفحات، يعني خمس صفحات بالخط الصغير هذا. فالإمام كثير يعني بعد ما أورد هذا الحديث قال في بعض ألفاظه نكارة، وتفرد به إسماعيل بن رافع، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم النبازي، ومنهم من قال هو متروك، قال ابن عدي حديثه كلها فيها نظر إلى آخره. فالحديث يعني فيه ضعف، يعني الحديث الطويل، لكن كما نقل ابن كثير أيضا عن شيخه الحافظ المزي أنه يعني كأن هذا الحديث كأنه مجموع من أحاديث كثيرة، ويقول يعني أن الوليد بن مسلم له مصنف جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، يعني كل جزئية من الحديث لها بعض ما يشهد لها من أحاديث أخرى أو كذا، لكن بهذا السياق يعني حديث طويل بهذا الشكل، خمس صفحات طويلة بهذا الشكل، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نقرأ جزءا منه من أوله يعني نحيل على الله. ففي أول الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور والبوق الذي ينفخ فيه فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا بصره في العرش ينتظر متى يؤمن. قال قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال القرن. وذلك أن القرن يعني القرون بعض أصناف الحيوان يعني كانوا يستعملونها بوقا يعني، والبوق عموما يسمى صورة يعني. قال قلت كيف هو؟ قال عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض. يعني البوق فيه دوائر، يعني كأنه إيه دوائر، يعني الحلقة البوق الدائرة الواحدة منه أكبر من السماوات والأرض. ينفخ فيه ثلاث نفخات، هنا الحديث فيه ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة القيام، هكذا عندكم ولا لا؟ كأنه يعني فيه، والنفخة الثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. كأن الظاهر أنها ثلاث نفخات، الفزع والصعق والقيام لرب العالمين، في بين الفزع والقيام بينهم الصعب. كان والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين.
في أحد عنده هكذا ولا كل نسخ؟ قال يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفقة الأولى فيقول انفخ فينفق نفقة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله إلى آخره. وبعدين سأذكر بعدها يقول ثم يأمر الله إسرافيل بنفقة الصعق فينفق نفقة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد خمدوا وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شاء فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة العرش وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل فينطق الله تعالى العرش فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل فيقول اسكت فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي يموتان ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل هو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله تعالى لتمت حملة العرش. وبعد ذلك إيه؟ ويأمر الله تعالى العرش فيقبض الصورة من إسرافيل العرش يقبض الصور من إسرافيل ثم يأتي ملك الموت فيقول قد بقي حملة قد مات حملة عرشك فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا فيقول الله تعالى أنت خلق من خلقي خلقتك بما رأيت فمت فيموت فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد كان آخرا كما كان أولا طوى السماوات والأرض طي السجل للكتب ثم دحاهما إلى آخر إيه؟ الحديث يعني طويل يعني يمكن إن شاء الله يمكنكم قراءته وكما ذكرنا يعني في سنده ضعف يعني لكن بعض أجزائه لها ما يشهد لها يعني بعض أجزاء الحديث لها شواهد يعني كبيرة. أورد حديثا آخر صحيحا وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور فقال قرن ينفق فيه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا هذا ما يتعلق بالإيمان بالنفخ في الصور. قال غلا حفاة كجراد منتشر يعني الناس يخرجون من الأجداث يعني بعد نفخة الصعق تمضي 40 وجاء في حديث أبي هريرة بين النفختين 40 قالوا 40 يوما قال أبيت شهرا قال أبيت سنة قال أبيت يعني أبيت أن أخبركم ثم يعني إما أنه لا يعلم ذلك لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وإما أنه سمعه ونسيه يعني فلم يخبرهم به. فبعد مضي 40 إما يوما أو شهرا أو سنة ينزل مطر من السماء وتنبت الأجساد من عجب الذنب فيعاد إنبات الأجساد ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة التي يقال لها يعني إما الثانية أو الثالثة اللي هي نفخة البعث نفخة القيام لرب العالمين. فإذا نفخ هذه النفخة فإن الأرواح تخرج يعني ورد أن الأرواح تجمع في الصور فإذا نفخ تطايرت الأرواح من الصور وذهبت كل روح إلى جسدها فدخلت فيه وأحيى الله تعالى الأجساد وقام الناس من قبورهم لرب العالمين. ف
فالناس يخرجون من القبور غرلا حفاتا. قال غرلا جمع أغرل وهو الأقلف يعني اللي هو غير مخطوب، يعني الجلدة التي كانت يعني قطعت وقت الختان ترد إلى الإنسان كما كان مرة أخرى. حفاة يعني غير ممتعين، ليس عليه النعال. كجراد منتشر شبهوا بالجراد المنتشر لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها، بل يختلف ويموج بعضه في بعض. قال تعالى خش عن فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. والداعي هو إسرافيل عليه السلام، يعني نفخة المقصود هنا يوم يدعو الداعي يعني ينفخ إسرافيل نفخة للبعث. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، الأجداث جمع جدث وهو القبر، يخرجون من الأجداث يعني من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. وخلاصة ما ورد في الحشر، يعني هنا من أحداث اليوم الآخر أيضا الحشر، فالحشر هو الجمع، يعني جمع الناس من أماكن متفرقة إلى مكان واحد، فالحشر بمعنى الجمع. فالحشر خلاصة ما ورد في النصوص أنه ثلاثة أنواع من الحشر، هناك ثلاثة أنواع من الحشر. النوع الأول الذي يكون في آخر الدنيا قبل نفخة الصعق، يعني قبل نفخة الصعق، فهناك حشر إلى الشام، لذلك الشام يقال لها أرض المحشر أو إلى بيت المقدس. فهناك حشر إلى الشام بمعنى جمع الناس من أنحاء الأرض التي هم فيها حتى يجتمعوا في الشام، ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة الصعق فيصعقون بعدما جمعوا هناك، فتخرج نار من قعر عدن وتسوق الناس إلى محشرهم. فهذه النار تخرج من قعر عدن، نار عظيمة وهي من أشراط الساعة، وهذه النار تخرج خلف الناس فيركضون أمامها والنار تسعى خلفهم، وهم يخافون أن تحرقهم النار وهم يركضون أمامها والنار تسوقهم حتى إذا تعبوا توقفوا يعني ليستريحوا، فتوقفت النار تقيل معهم حيث قالوا، إذا توقفوا القيلولة النار تقف إلى يعني النار هي بأمر الله تعالى يعني ليست مكلفة أنها يعني تحرقهم وتهلكهم، وإنما فقط تحركهم حتى يجتمعوا من الأماكن التي هم فيها إلى الشام. فالنار تسعى خلفهم تقيل معهم حيث قالوا وتمسي معهم حيث أمسوا، إذا ناموا النار تقف، وبعدين أول ما يستيقظون تبدأ النار تتحرك فيتحركون أمامها هربا منها حتى يجتمعوا في الشام. فإذا اجتمعوا في الشام نفخ إسرافيل نفخة الصعق، أو اللي قال النفختان بعث فزع وصعق، فينفخ مرة فيفزعون وبعدين مرة فيصعقون يموتون. وورد في بعض الآثار في يوم ينادي المنادي من مكان قريب أن إسرافيل عليه السلام يكون عند صخرة بيت المقدس، أنه ينادي أنه ينفخ من عندها، يعني أنه يكون عند هذه الصخرة عندما ينفخ في الصور. فإذا هذا الحشر الأول. هناك الحشر الثاني اللي هو بعدما يحيي الله تعالى إسرافيل، الله تعالى يميته ثم
يحييه الله تعالى، يحيي الله تعالى إسرافيل ويحيي جبريل وميكائيل يعني ملك الموت، يحييهم الله تعالى، وبعدين إسرافيل يكلفه الله تعالى أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ في الصور فيبعث الناس من القبور، يخرجون من الأجداث من قبورهم فيحشرون، يعني يجمعون إلى أرض المحشر. فهذا النوع الثاني من الحشر، اللي هو الحشر من القبور إلى أرض المحشر، اللي هي يعني الأرض التي يكون الناس عليها يوم القيامة للحساب والجزاء. وهذا بعد ما الأرض التي نحن عليها تبدل وتصبح خبزة واحدة كقرصة النقي، كأنها قرصة خبز، وتكون أرضا منبسطة ليس فيها معلم لأحد إلى آخره. فالناس يخرجون من القبور ويجمعون على في هذه الأرض وهي أرض المحشر. فالحديث هنا فسر بهذا، يعني فسر اللي هو الحشر اللي هو يعني إلى أرض المحشر، فيحشرون يعني راغبين وراهبين، يعني منهم من يحشر راغبا ومنهم من يحشر راهبا، ومنهم من يعني راغبا يعني في يعني في طامعا في فضل الله وثوابه وكذا، ومنهم من هو محشور يعني مهدد بالعذاب. ويحشر اثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير. هناك الحشر، فهذا الحشر هو الجمع من القبور إلى أرض المحشر. وبعد ذلك هناك الحشر اللي هو إلى الجنة أو إلى النار، بعد الحساب والجزاء في أرض المحشر، وبعد الكتب والميزان وغيره إلى آخره. فبعد ذلك يحشر المؤمنون إلى الجنة، ويحشر الكفار إلى النار. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال وفدا يعني راكبين، يعني قالوا الركوب هذا خاص بالمتقين، المؤمنون يحشرون راكبين. فالوفد اللي هم من يحشرون راكبين راغبين، ويكونون راغبين. فالمؤمنون يحشرون راكبين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعني عطاشا. فالكفار يحشرون يعني يساقون إلى جهنم ويدفعون إليها، يجمعون مجموعة مجموعة أو زمرة زمرة، ويدفعون في جهنم عياذا بالله تعالى. وهذا كما ورد في الحديث، الله تعالى يقول لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، فكل أمة تمشي خلف معبودها حتى تلقى في النار والعياذ بالله تعالى. فهذا حشر الكفار إلى النار، يعني جمعهم مجموعات مجموعات زمرا، ويدفعون إلى النار. أما المؤمنون فيجمعون أيضا ويحشرون إلى الجنة. فإذا هناك حشر اللي هو قبل النفخ في الصور إلى الشاف، وحشر إلى أرض المحشر التي يحاسب الناس عليها يوم القيامة، وحشر إلى الجنة وإلى النار. نعم. الله تعالى أعلم يعني من يكون بقي، يعني هل الأرض في ذلك الوقت كلها تكون معمورة أو لا تكون معمورة، لأنه يعني من أشراط الساعة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، تكون هناك خسوفات عظيمة يهلك فيها أكثر الخلق أو الكثير من الخلق. الله تعالى أعلم يعني كم يكون بقي من الناس، وما هي الأرض التي يكون بقي فيها أحياء أو كذا. وبقدرة الله تعالى يعني يساقون من أماكنهم إلى أن يجتمعوا في الشام بأمر الله. نعم، سواء هناك ترتيب يعني، سواء هذا يعني يكون مازال يعني لسه الأرض موجودة ولسه يعني قبل النفخ في الصور.
قال وفيهما عن ابن عباس في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الناس يحشرون عراة ويكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. ما السبب؟ قالوا لأنه جرد من ثيابه حين ألقي في النار عليه السلام، فكافأه الله تعالى أنه جرد من ثيابه في ذات الله تعالى يعني، فكافأه الله تعالى بأنه يكسى والناس عرى، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، يكون أول من يكسى. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام فضل كما ورد في بعض الأحاديث قد يكون أول من يكسى إبراهيم، قال ثم أكسى حلة لا يقوم الخلائق لمثلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تتأخر كسوته عن إبراهيم لكن كسوته تكون أفضل من كسوة إبراهيم عليه السلام، يعني يجعل الله تعالى كسوته أفضل وأكمل لكن بعد كسوة إبراهيم عليه السلام. ثم يكسى للمؤمنون يعني اتباعا حسب أعماله. قال وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحاني، فيقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. ثم أورد يعني بعض الروايات في حديث الحشر منها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أيهمهم ذلك. وفي رواية فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم ذكر الحديث الذي في الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه، يشير إلى قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، هذا مما يتعلق بالحشر أن الكافر يحشر على وجهه. قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. قال قتادة بلى وعزة ربنا. قال قلت وذلك قول الله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال فشتان ما بين الفريقين وفرقان ما بين الطريقين، أولئك يفيدون ركبا إلى جنات النعيم ورحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم، وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار جهنم ونكالها الأليم وعذابها. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس وفدا ركبانا، وقال أبو هريرة على الإبل، وقال ابن جريج على النجائب، وقال الثوري على الإبل النوق، قال قتادة إلى الجنة. يعني إذا الحشر اللي هو على الإبل هذا إيه في حشر المؤمنين إلى الجنة، يكونون على الإيه على الإبل يعني، وكأنها أنواع من الإبل يعني غير أنواع الإبل التي في الدنيا، لأنه قال عشرة على بعير، في الدنيا لا يوجد بعير يمكن أن يحمل عشرة،
لكن في الإبل التي يحشر عليها تقود وفدا إلى الرحمن فيكون إبل يعني بعيد التسعة العشرة. ليموزين بعيد. قدرة الله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما يحشرون والله على أرجلهم، ولكن على موقد رحالها الذهب ونجائب سرجها يواقيت، إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. يعني إبل نوعية خاصة عليها يعني رحال من الذهب وسرج من اليواقيت وتطير، يعني ممكن تسير إذا شاء أن تسير صارت وإن شاء أن تطير طارت. البعير يشيل عشرة ويطير بهم قدرة الله. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه عن النعمان بن سويد قال: كنا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم. يعني كلمة الوفد في لغة العرب معناها من يأتون راكبين، يعني لابد أن يكونوا راكبين. قال: ولكن بنوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وفي رواية: عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد. وذكر أيضا حديثا آخر لكن قال الصواب أنه موقوف، والموقوف على علي رضي الله عنه، والموقوف على علي رضي الله عنه يعني له حكم الرفع لأنه شيء مما يتعلق بأحوال الآخرة مما لا يقال بالرأي. فعلي رضي الله عنه أيضا قرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وقال الصحيح وقفه، يعني أن القائل ليس النبي عليه الصلاة والسلام إنما القائل هو علي. والذي نفسي بيده إنه إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شرق نعالهم أو شرق بفتح الراء، شرق نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دمس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، وتجري عليهم نظرات النعيم، فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين إلى آخره. فهذا خلاصة ما في هذا الفصل في الكلام عن الحشر. بعدها في الأبيات يقول: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. قال: ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل، ويوم الفصل هو اسم من أسماء يوم القيامة. يوم القيامة سماه الله تعالى أسماء عديدة، يعني سماه يوم الفصل ويوم الدين بمعنى الجزاء والحساب، ويوم التنادي لأنه يقع فيه التنادي، الله تعالى ينادي عباده، ينادي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. فهو يوم التنادي لكثرة ما يقع فيه من المناداة، وكذلك هو يوم التلاقي يلتقي فيه الأولون بالآخرين بالإنس بالجن، وله أسماء: يوم التغاضم، يوم
إلى غير ذلك من أسمائه، وهو الساعة والصاخة والحاقة إلى آخره. فمن أسماء هذا اليوم يوم الفصل، لأنه اليوم الذي يفصل الله تعالى فيه بين العباد، يعني يحكم بينهم ويقضي بينهم. وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين، سمي يوم التغابن. الغبن هو الخسارة، يعني الإنسان إذا باع شيئا نفيسا وأخذ عنه عوضا يسيرا قليلا، باع شيء مثلا يسوى 100,000 مثلا، شيء يسوى 100,000 درهم باعه بدرهم أو درهمين، فيكون قد غبن. فالذي يعني ضيع عمره وحياته واستعاض عنها وأخذ العذاب المقيم أو كذا، فقد غبن يعني في عمره وحياته وكذا. فالله تعالى سمى هذا اليوم يوم التغابن، وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الداعي إسرافيل يسمعهم والبصر ينفذهم، يعني يرى أولهم وآخرهم. وسماه يوم التلاقي لأنه يلقى العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي أهل السماوات بالأراضي والأراضين. وسماه يوم القيامة لأن فيه قيام الخلائق من القبور. وسماه يوم التنادي لتنادي العباد بعضهم بعضا، ولمنادات الله عز وجل عباده وبندائهم ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الأعراف كل من الفريقين، وللمنادات على كل عامل بعمله وغير ذلك. قال الله عز وجل وذكر آيات كريمة في أسماء يوم القيامة، يعني الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، وقال لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وذكر آيات كريمة يمكنكم الرجوع إليها في يعني أحوال اليوم الآخر. قال جميعهم علويهم والسفلي، يعني العلوي اللي هم عوالم السماوات، والسفلي وهم عوالم الأراضين، في موقف عظيم يجل فيه الخط، يعني يعظم فيه الشأن والأمر، ويعظم الهول أي الأمر الفظيع، ويعظم الكرب أي الحزن الآخذ بالنفس والهم والغم. وذكر بعض الآيات الدالة على هذا مثل قوله تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وقال يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني الناس يعرقون وكل إنسان يصيبه من العرق بقدر عمله، فمنهم من يصل العرق إلى أنصاف أذنيه، يعني يغطى بالعرق من قدمه إلى أنصاف أذنيه يكون غارقا في الرشح أي العرق. ذكر بعض روايات هذا الحديث، منهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجنين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزال في حربها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يغرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. وهنا دنو الشمس على قدر ميل، راوي الحديث قال لا أدري ميل الأرض أو ميل المكحلة، لأن الميل مرات يأتي بمعنى العصا التي توضع داخل المكحلة يؤخذ بها الكحل، يعني ليكتحل بها، تكون قطعة حديد عصا صغيرة من الحديد. فقال لا أدري ميل الأرض، الشمس تدنو مقدار ميل، هل يعني يكون بينها وبين الناس ميل الأرض أو ميل المكحلة يعني.
الله تعالى يعني، ورغم دنوية هذا يعني لا يحترقون منها ولكن يعرقون. ثم ذكر تفسير، ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، من ضيق المقام يوم القيامة. قوله مهطعين، قال قتادة مسرعين، وقال مجاهد مديني النظر، ومعنى الإهطاع أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يعرفون مواطن أقدامهم. مقنعي رؤوسهم، المقنع الذي لا يرفع، الذي يرفع رأسه ويقبل ببصره على ما بين يديه، المقنع الذي يرفع رأسه. وقال الحسن وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحدهم إلى أحد، يعني كلهم يكونوا واقفين مهطعين يعني رافعي رؤوسهم، أو مقنعين يعني رافعي رؤوسهم. لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم. وأفئدتهم هواء، أي خالية. قال قتادة خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم، لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، يعني كأن القلوب من شدة الفزع تحركت من أماكنها ووصلت إلى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كما قال، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال قتادة وقفت القلوب في الحناجر من الخوف، لا تخرج يعني لا هي تخرج من الفم ولا هي يعني ترجع إلى مكانها. قال الكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق به، هذا معنى كظم. ثم ذكر يعني كان مقداره 50,000 سنة، ذكر يعني الآيات الكريمة والأحاديث في هذا المعنى، أن مقدار يوم القيامة أنه 50,000 سنة. ثم ذكر عن عكرمة رحمه الله من أئمة التابعين في تفسير قوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إلى آخره، قال هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دون، وإن الكافر لا يتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم، فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله وهو النار، وإن الوالد لا يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا، ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك، فتثني خيرا فيقول لا إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينيها إلي لعلي أنجو بها مما ترين، فقال فتقول ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ويقول تعالى لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ويقول تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم ذكر قوله تعالى فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، تكلمنا عن النفخ في الصور،
قالوا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. عسير أي شديد على الكافرين غير يسير، يعني غير يسير عليهم. قال روي عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة رحمه الله أنه قرأ في صلاة الصبح بالمدثر، صلى إماما بقومه وقرأ في صلاة الصبح سورة المدثر، فلما بلغ هذه الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى، يعني من شدة يعني وجله وخوفه حين تلاوته هذه. قال أولئك قوم قرأوا القرآن بقلوب حاضرة وآذان واعية وبصائر نافذة وأفهام جلية ونفوس علية، مستحضرين تأويل معانيه حين وقوعها وأوان وعيدها إلى آخر إيه ما ذكره. ثم بعدها يقول وأحضروا للعرض. فذكر معنى العرض، يقول العرض له معنيان من أحداث يوم القيامة. والعرض له معنيان، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل بادية له صفحاته لا تخفى عليه منهم خافية، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب. والمعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم، عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم، والحساب المناقشة. فالعرض، هناك عرض بمعنى أن الخلائق يقفون صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من العرض. ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني كل الخلق يقفون صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من العرض هو الحساب اليسير، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها يعني إن الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال يا عائشة ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. وفي بعض الروايات قال في المرة الأولى من حوسب عذب، فقالت فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب. فإذا العرض هو في حق المؤمنين الذين كتب الله تعالى لهم أن يدخلوا الجنة، فمنهم من لا يحاسب أصلا ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، بمعنى العرض أن الله تعالى يقرره بذنوبه، يقول ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا، فيقول بلى يا رب، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويؤمر به إلى الجنة. فهذا العرض هو الحساب اليسير. فإذا الحساب اليسير هو تقرير المؤمن بذنوبه يسمى عرضا، وهناك العرض هو معنى الوقوف صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا عرض عام لجميع الخلائق. أما العرض هو الحساب اليسير هذا خاص بمن غفر الله له من المؤمنين. ثم أورد آيات في نوعي العرض، يعني منها قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وقال تعالى وأورد آيات بهذا المعنى. ثم أورد عن عمر رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. قال وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فعمر رضي الله عنه يقول تزينوا للعرض الأكبر، والتزين للعرض الأكبر تزين بالأعمال الصالحة، لأنه يعني لله تعالى المثل الأعلى، الناس إذا عرضوا على ملك من الملوك ولا كذا ووقف صفوفا بين يديه وهو يمر أمامهم يستعرض قواته ولا جنوده ولا،
فيلبسون يعني احسن ما يلبسون ويتزينون. فلله تعالى المثل الاعلى، الناس يعرضون على الله تعالى يوم القيامه، فالتزين يكون بالعمل الصالح. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. مما ورد في العرض ايضا حديث ابي موسى رضي الله عنه في مسند احمد وسنن ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامه 3 عرضات، فاما عرضتان فجدال ومعاذير، واما الثالثه فعند ذلك تطير الصحف في الايدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشمال. إذا هناك عرضتان جدال ومعاذير، يجادلون الله تعالى ويعتذرون، فهذا أيضا نوع من نوع آخر من العرضات، عرضات للكافرين، يجادلون الله تعالى ويعتذرون، فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم. والعرضة الثالثة عندها تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ثم ذكر يعني السؤال أن الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة، هو أورد في الآيات: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. ثم أورد يعني أورد عن أبي العالية في تفسير الآية قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعن ماذا أجابوا المرسلين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابن آدم ماذا غرك مني بي، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه، فلا ألف ينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآيات: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. لا يسأل عن ذنبه، يعني لا يسأل هل عملت أو لم تعمل، إنما يسأل لما عملت. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال: وانقطعت علائق الأنساب، يعني مما يحصل يوم القيامة أن الأنساب تتقطع، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. وقال تعالى عن الكافرين: فما لنا من شافعين. وقال: يوم يفر المرء من أخيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل لصديقي فلان وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول: من بقي، يعني من بقي في النار، يعني أهل الجنة يشفعون في بعض من دخل النار من أصدقائهم، يعني من عصاة الموحدين، فالله تعالى يخرجهم من النار إكراما لأصدقائهم المؤمنين.
شفاعة يعني شفاعة يشفع الله تعالى المؤمنين. قال فيقول من بقي يعني من بقي في النار ممن لم يوجد لهم صديق مؤمن يشفع لهم فما لنا من شافعين ولا صديق فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن رحمه الله استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة. ثم ذكر عن قتادة قال يفر هابيل من قابيل ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وإبراهيم عليه السلام من أبيه ولوط عليه السلام من صاحبته ونوح عليه السلام من ابنه. قال يوم يفر المرء من أخيه قال هذا هابيل من قابيل وأمه قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمه يعني كانت مشركة وأبيه قال هذا إبراهيم يفر من أبيه وصاحبته قال هذا لوط عليه السلام وبنيه قال هذا نوح سيفره. هذا مرات يقال لو التفسير بالمثال يعني التفسير بالمثال يعني هذا مثال يعني لبعض من يفر من قريبه يعني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قال يشغله عن شأن غيره. هل بقي وقت ولا دخل المغرب؟ خمس دقائق ممكن نقضي الفقرة. عندك سؤال شيء؟ نقاش الحساب هذا خاص بالكافرين أم يدخل في ضمن هؤلاء المسلمين؟ المسلمون منهم من يعني المؤمنون يكونون على ثلاث درجات أو أصناف. صنف يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يحاسب ولا يعذب. يعني لا يسأل أصلا عن ذنوبه ولا يعذب يعني يؤمر به من أرض المحشر إلى الجنة بأمر الله تعالى. وورد فيهم في الحديث أن خزنة الجنة يقولون لهم أو قد حوسبتم فيقولون وعلى أي شيء نحاسب. قال أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء مهاجرين يستفتحون باب الجنة فالملائكة يقولون لهم خزنة الجنة يقولون لهم أو قد حوسبتم الناس يتعجبون من سرعة ورودهم إلى الجنة. الناس لا يزالون في أرض المحشر للحساب وهؤلاء وفدوا إلى الجنة فيقول أو قد حسبتم فيقولون وعلى أي شيء نحاسب إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله يعني منذ أسلمنا إلى أن قتلنا في سبيل الله يعني نقول منذ أسلمنا ونحن سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله حتى قتلنا فعلى أي شيء نحاسب. فيقولون هي أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم فيرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يأتي لهم معهم ليشفع لهم في استفتاح باب الجنة وهي إحدى شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقولون من فأقول محمد فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك إلى آخر الحديث يعني. فهؤلاء الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب وهم إيه 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في حديث عمران بن حصين مش كده. دول الفريق. الفريق الثاني يدخلون الجنة بحساب ولكن بغير عذاب. فهذا الحساب هو الحساب اليسير يعني حساب من غير عذاب يعني حساب يسير يقررون بذنوبهم اللي هو العرض تعرض عليهم ذنوبهم ويقرون بها ثم ايه يدخلون الجنة. والقسم الثالث يدخل الجنة بحساب وعذاب وهم الذين يناقشون الحساب من نوقش الحساب عذب فيكون فيها نقاش ومعاذير و يدخلون النار والعياذ بالله تعالى فترة فيعذبون فيها ثم يخرجون منها إلى الجنة بأمر الله تعالى. بالنسبة للكفار بعض أهل العلم يعني قال الكفار لا يحاسبون يعني قال الكفار لا يحاسبون حساب هذا يعني لعصاة المؤمنين فقط. وبعضهم قال الكفار يحاسبون بمعنى يعني تعرض يقررون بذنوبهم وتختم على أفواههم وتنطق أعضاؤهم وكذا
يعني ليس يعني ليس حساب مجازاة، يعني المؤمن يحاسب على الحسنات والسيئات والحسنات تذهب السيئات وكذا، أما الكافر فليس له حسنات أصلا، يعني كل حسناته حابطة، و يعني في هذا القصد. قال: وارتكبت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من في الظلم للمظلوم. قال: وارتكبت سحائب الأهوال، جمع هول، وهو الأمر الشديد الفظيع، وانعجم البليغ يعني سكت أو أسكت فلم يتكلم، البليغ الذي كان مقتدرا في الدنيا على البلاغة والفصاحة. قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال ابن عباس: خشعت الأصوات للرحمن سكن فلا تسمع إلا همسا. قال: تحريك الشفاه من غير نطق. وعنه قال: الهمس الصوت الخفي. وعنه هو وعكرمة ومجاهد وآخرون قالوا: الهمس نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. قال سعيد بن جبير: همسا سر الحديث ووطء الأقدام. وفي حديث الشفاعة: لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وذكر قبله قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صلاه. قال: وعنت الوجوه، ذلت وخضعت. ومنه قيل للأسير عاهم، العاني هو الأسير. وعنت الوجوه للحي القيوم، القيوم يعني هذا تضمين لمعنى الآية الكريمة: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يديره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. هذا معنى القيوم. قال: واقتص من ذي الظلم للمظلوم. نعم، وأي اقتص من الظالم للمظلوم. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: أورد يعني آيات كريمة في هذا المعنى، ثم أورد من الأحاديث ما جاء في صحيح البخاري: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور، إلى وهي القارعة والغاشية والصارخة والتغار والصاخة والتغار. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. إذا يقتص للمظلوم من ظالمه. وهناك قصاص بين الناس عموما، وقصاص آخر بين المؤمنين. هناك قصاص بين المؤمنين، وهذا يكون على القنطرة، وهي طرف الصراط الذي يلي الجنة، من بعد العبور على الصراط الذي فوق جهنم، فآخر الصراط طرفه الذي يلي الجنة يقال له القنطرة، يحبس عليه المؤمنون ليقتص لبعضهم من بعض بالحسنات والسيئات. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، يعني عبروا من الصراط الجزء اللي هو فوق النار، عبروا منه، ثم يبقى جزء آخر ليس فوق النار ولكنه تتمة للصراط قبل الوصول إلى الجنة، لكن ليس تحته النار، يعني طرف الصراط
يعني مثل تروا مثلا مرات يكون جسر فوق بحر نهر او كذا، يكون جسر فوق النهر بس يكون في طرفه على الارض يعني، فهذا الصراط فوق جهنم ولكن له طرف ايه يعني الذي يلي الجنه، فيخلصون من النار فيحبسون على قنطره بين الجنه والنار، فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فورد في تفسير أن الله تعالى يعرف المؤمنين بيوتهم في الجنة، يعني الواحد بعد العبور على الصراط والقنطرة يكون أعرف ببيته في الجنة منه ببيته في الدنيا، يعني كما الإنسان يستطيع يرجع الآن إلى بيته ويستطيع أن يستدل على مكان بيته في الدنيا، فيكونون إيه يهتدون إلى مكانهم في الجنة بأمر الله. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري. وذكر حديث المفلس في صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدعون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا اختنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. ثم ذكر أنه حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا حديث في صحيح مسلم أيضا، يعني القصاص حتى للدواب، الله تعالى يحيي الدواب، وإذا كانت شاة كانت لها قرون ونطحت شاة أخرى بغير حق، الله تعالى يقتص لهذه منها يوم القيامة الجلحاء التي لا قرون لها ونطحت تصبح ذات قرون، والناطحة تصبح بدون قرون، والمنطوح ينطح يعني يوم القيامة حتى يقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله تعالى: كوني ترابا فتكون ترابا، فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني الله تعالى يحيي البهائم ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول: كوني ترابا فتكون ترابا، وحينئذ الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا. وذكر حديث ممكن نقرأه ونختم به إن شاء الله، من حديث عظيم يعني رحل فيه عبد الله بن أنيس، رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما. قال: روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرحلة في طلب الحديث، جابر يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. رحل من المدينة إلى الشام شهرا كاملا على البعير، فإذا عبد الله بن أنيس، الصحابي الذي سمع هذا الحديث هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال: فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قال قلت نعم. فخرج يغض ثوبه فاعتنقني واعتنقته، يعني خرج يجر ثوبه حتى يعني يدوس على طرفه من سرعته، يعني أحضر ثوب بسرعة ولفه عليه وخرج يجر ليلقى جابر رضي الله عنه. قال: فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه.
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو قال العبادة عراة غرلا بهما. بهما يعني لا شيء معهم، يعني بهما يعني ليس معهم شيء. قال قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الحديث أيضا فيه إثبات الصوت لله تعالى، وأن الله عز وجل يعني كلامه بصوت وحرف. قال ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. الديان الذي أحاسب الناس وأجازيهم. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهنا. قالوا نحن نكون إيه بهما، يعني ليس معنا شيء، كيف نقضي ما علينا من الحقوق؟ ما لناش أموال يعني ندفع تعويضات أو ديات أو كذا. قال بالحسنات والسيئات. القصاص يكون بالحسنات والسيئات. هذا الحديث قال رواه البخاري ومسلم، لكن رواية البخاري تعليقا ورواه مسلم إيه موصولا. نعم. قال البخاري في مواضع الصحيحين تعليقا ووصله في كل كيف العباد، وفي الحاشية تحت أنه إيه رواه مسلم. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. اللهم صل على محمد.